بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأمتت الكلى والعشم الكثيرة وكانت منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمت كلى فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعوا بما بعثني الله به فعلموا وعلموا مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وقرأ إلى وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت عند مسلم رأيتهم الذين يبتغون ما تشاب منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذرهم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم. وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أدل مسألته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم.